التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، وأشواطنا تتوالى بالانطلاقات. شوط تلو الآخر، تاسع الأشواط الذي تعلن فيها الانطلاقة وتعطى إشارة البديء قبل قليل بمسار الشوط التاسع الخاص بالأصايل الحول الذلل المحليات بشعارات أبناء القبائل في هذا المضمار، مضمار المرموم تحفة الميادين وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر لمشاهدي قناة دبي ريسنج في هذا الانطلاق. انطلق هذا الشوط، انطلقت الأسماء، انطلقت الشعارات والطموحات في تحقيق الفوز مع الملاك. ونسير مباشرة بعد أن قطعنا كيلو متر واحد من البداية بن درويش، بن درويش على رأس الحربة، وهذه جبارة في مكان الصدارة. حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري يتقدم على المركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني نسايم، نسايم نسنسي دايم يا نسايم، وعلي بن عبد الله علي بن عبد الله الهاجري الذي يأتي في المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع في هذه الانطلاقات. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، هذه شرف 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 شرف، حمد بن عوض بن زيتون المهيري في المركز الثالث، وهذه المركز الرابع مشاهدين الأعزاء تتقدم فيه وتاتينا طيف الهلال بن بطي بن محمد الغفلي، غيرت في هذه اللحظات على رابع المراكز بن بروك الحميري، ويقدم لنا مذيار خالد بن سعيد بن بروك الحميري. بينما نكمل ندانا ونقول المركز السادس مع بندري، مع بندري العزرة، العزرة حمد بن سالم بندري الفلاحي تتقدم مع العزرة. بينما تواجد في المركز السابع مياسة لصالح بن جابر بن صالح العامري المركز الثامن، وهذه غالية لخليفة بن راشد بن حمد الكيبالي تتقدم في المركز الثامن. التاسعة، التاسعة هذه العبور، العبور في هذه اللحظات والعبور في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، وحمود بن صبيح بن محمد لوهيبي وخليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة تأتي في المركز العاشر في هذه اللحظات. احتلال مبارك وخليفة بن مبارك وخليفة بن زاهرة وبن فاضل أيضا غير على المركز التاسع، وبالخصم وصل إلى المركز العاشر. هذه الشعارات الحاضرة، هذه الأسماء المذاعة العشر المراكز الأولى، شوط يحمل من خيرة الحول، من خيرة الأصايل المحليات اللي صالت وجالت، اللي قدمت في فترة الصغار ومرت على كل المراحل العمرية من الحقايق إلى اللقايا إلى الإذاع إلى الثنايا، وصلت لسن الحول، سن الركود اللي تأتي فيه ما وصلت لهذا السن إلا وما تمسك المضمرين والملاك بها إلا لعدة إنجازاتها ومنافساتها، هذا شيء أكيد ومعروف. تجمعت في هذا الشوط اليوم، وشاهد يا مشاهد وتابع يا متابع شاشة دبي ريسنج، بن درويش على المركز الأول مع جبارة، جبارة في مكان الصدارة، جبارة في مكان الجدارة، حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، والمركز الثاني بن بروك الحميري مقدم لنا مذيار، مذيار ذلول الدار كذلك المنطلقة في هذا الشوط، وخالد بن سعيد بن بروك الحميري والمركز الثالث. هذه العزرة، هذه العزرة، وصل بو حمد، وصل سالم بن دري، أحمد أو حمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم مع العزرة، يتقدم مع العزرة في هذا الانطلاق، وشعاره
وإنجازاته في هذا العام الذي عادت على ماضيها وعادت على إنجازاتها السابقة وتاريخها، وقدم الكثير وقدم الأداء الجميل. هنيئا لك يا أبو حمد يا سالم بن ري، وتستاهل، أنت من الناس الحريصين على هذا الموقع وعلى هذه الرياضة في التنافس والتحدي. نتمنى لك ونتمنى للجميع المشاركين الفوز والناموس. عموما على كل حال أطيل عليك مأخذ المركز الرابع ليكمل النداء، وهذه مياسة صالح بن يابر بن صالح العامري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه نسايم علي بن عبد الله الهاجري يقدم نسايم في المركز الخامس بن زيتون، شرف حمد بن عوض بن زيتون المهيري في المركز السادس، شعار المهندس كذلك الحاضر والمقدم ناصية أو هناك في هذه الانطلاقات، ومقدم لنا طيف هلال بن بطي بن محمد الأغفلي يتقدم مع طيف في هذه اللحظات في المركز السابع والمركز الثامن. أشوف الدخول بالخصم، وصل بالخصم مع وبرة، ولا بنشوف هنا مذيار هذه، ودخول شعار صبيح بن محمد لوهيبي ودم حمداني كذلك الحاضر بالعبور حمود بن صبيح الوهيبي في هذا الانطلاق، بينما هناك أيضا تواجد وتقدم وانطلاقات غالية هذه خليفة بن راشد بن محمد الكيبالي، وأيضا خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة يقدم احتلال في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. هناك بنشوف اللي هي الوثبة وابن فاضل المزروعي يقدم الوثبة. نعم هذه تتواجد مشاهدين الأعزاء، مالك الوثبة محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، هذه العشرة واكثر في هذا المسار قدمناها لحضراتكم، تابعناها في 5 كيلومتر ووصلنا 3 كيلومترات. العزرة وان قلت في العزرة المثايل تحلى المقالة والتعابير، طيف من حمام الرسايل والطير كيف يفل طير، المغربي على الخد سايل وخد العزرة هنير. الله، وهذه العزرة على رأس حربة هذا الشوط تقود مسار الشوط بجدارة وبانطلاقة رائعة، وأحمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم مع العزرة، خالد بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الثاني يقدم مذيار، المركز الثالث مياسة صالح بن يابر بن صالح العامري على المركز الثالث، المركز الرابع جبارة سيف حمد بن سيف بن سلطان بن درويش المنصوري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس أشوف الخامسة وصلت تحركت العبور حمود بن صبيح بن محمد لوهيبي يتقدم لوهيبي في هذه اللحظات، وشرف حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وشعارك يا المهندس حاضر طيف هلال بن بطي الغفلي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام، وصل بن زاهرة وخليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة احتلال. هذه الأسماء وهذه لوحة الاثنين كيلومتر الأصايل الكبار في 8 كيلومترات، تقدم المتعة، تقدم التحديات، تقدم أيضا أداء جميل. خلصت 6 كيلومتر، تبقى 2 كيلومتر عن وصولنا إلى مكان الناموس، مكان الفوز، خط النهاية. يا سلام شوف التجمع وغيرت مياسة. صالح بن يابر بن صالح العامري، لا والله عادت جبارة حمد بن سلطان بن درويش، والعزرة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، وأيضا هناك العبور
الصفر حمود بن صبيح بن محمد لوهيبي في هذه الانطلاقات. يا سلام، الشوط جميل للغاية، مثير مثير مثير، فيه 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 تنافس. عادت العزرة، عادت العزرة على المركز الأول، عاد بن دري، عاد شعار الشبل، الشبل الشبل. يا سلام، وهذه العزرة، هذه العزرة العزرة العزرة، حمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم 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 مع العزرة، وجبارة بن درويش ضاغطة على العزرة، وتحتلال بن زاهرة واصلة. ويا سلام، والوهيبي، الوهيبي واصل، حمود بن صبيح ودمحمداني الوهيبي يتقدم كذلك، وبن بطي شعار المهندس الأغفلي يتقدم. الله، يا سلام يا سلام، ولكنها العزرة، العزرة حامل المسؤولية، حامل المسؤولية. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا بن دري، الله الله يا بن دري، الله الله يا شبل، الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق. العزرة على المركز الأول، العزرة على المقدمة، احتلال بن زاهرة، احتلال بن زاهرة على المركز الثاني، يتختلهم المهندس، يتختلهم راعي طيف، راعي طيف هلال بن بطي الغفلي ياتي مع طيف. وأيضا العبور غادمة، العبور العبور. يا سلام، ود محمداني كذلك، صبيح بن محمد لوهيبي، لوهيبي ولا حمود، حمود بن صبيح بن محمد لوهيبي. عموما على كل حال، العزرة ما طاعت، ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم. الله 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 الله، يا سلام. وشعار نوايا، نوايا بالأمس في الصياهة في المملكة خذت الرمز بهذا الشعار. يا سلام، وشعار مبشرة، سيف جائزة زايد الكبرى. الله يا أبو حمد، مشاركات تهانينا الأولى لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، وسلام لأهالي زاخر، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت في العبور لحمود بن صبيح بن محمد لوهيبي، المركز الثالث وصلت في طيف لهلال بن بطي بن محمد الغفلي، المركز الرابع احتلال لمحمد بن خليفة أو لمبارك بن خليفة بن زاهرة، المركز الخامس جبارة وصلت في المركز الخامس لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء، ونعود إلى التوقيت الزمني. هذه العزرة، تهانينا وسلام للزاخر. المركز الثاني 12 دقيقة 48 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا كذلك. هذه العبور لحمود بن صبيح بن محمد لوهيبي. المركز الثالث 12 دقيقة 49 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا هلال بن بطي الغفلي على هذا الفوز وعلى الناموس.